نروح مع حضراتكم دلوقتي نتابع ملخص اللي حصل امبارح في حلقات المسلسلات، الحلقة السابعة في مسلسلات رمضان، واللي كان فيه أحداث كتير وتفاصيل مهمة هنعرفها في التقرير اللي جاي. الحلقات السابعة من مسلسلات رمضان شهدت امبارح أحداث جديدة ومشوقة. هنبدأ معاكم من الحلقة السابعة من مسلسل الاختيار الجزء الثالث، واللي أبرزت حديث المعزول محمد مرسي وخيرة الشاطر وعصام العريان وأحمد عبد العاطي مدير مكتب المعزول مرسي في محاولة لإبعاد تهم جرائم الإخوان أمام الاتحادية عن عناصر الجماعة، وده بعد إعلان المجتمع الدولي استياءه من جرائم الجماعة الإرهابية. كمان تضمنت الحلقة تفاصيل جرائم الإخوان ضد المتظاهرين في أحداث الاتحادية اللي راح ضحيتها الصحفي الحسيني أبو ضيف بعد إطلاق النار عليه بمقذوف ناري محرم دولياً قاصدين اغتياله. وجه في الحلقة كمان مشهد جريمة قتل الحسيني أبو ضيف وهو بيأدي عمله الصحفي، خصوصاً إنه كان من أكتر الموثقين لمرحلة حكم الجماعة الإرهابية. الحلقة السابعة من الاختيار شهدت كمان اعتصام المعارضة أمام جدران قصر الاتحادية، وجم أنصار الجماعة بحجة الدفاع عن القصر من هجوم وشيك عليه وفضوا الاعتصام، ولكن الشهود أجمعوا وقتها على إن المعتصمين كانوا في أفضل حالات الاحترام والهدوء وما صدرش منهم أي تصرف عنيف، وإن المهاجمين من أعضاء جماعة الإخوان كسروا وحطموا خيام المعتصمين واعتادوا عليهم بالضرب والهجوم العنيف وأحدثوا بيهم إصابات بلغة. كمان شهدت الحلقة السابعة من مسلسل العائدون قرار المخابرات العامة بتغيير الاستراتيجية في التعامل مع داعش بملف العائدين لتنفيذ عمليات إرهابية داخل مصر وبعض البلاد العربية الأخرى، وبتتابع المخابرات في أحداث المسلسل تحركات عناصر داعش في مصر وبلاد تانية من خلال زرع عناصر ليها جوه صفوف داعش. أنا مستحيل أوافق على هاي الخطة، هذا هو الحل الوحيد. وجودنا هون ما عاد له معنى ابدا. ما له معنى؟ شو انت بديت تردد كلام مو فاهم معناه. وفي الحلقة السابعة من مسلسل فاتن أمل حربي للنجمة نيلي كريم، راحت فاتن للشيخ يحيى علشان تعرف نتيجة الفتوى اللي قالتها له بخصوص هل ربنا قال إن المطلقة بتحرم من أولادها لو اتجوزت؟ وهنا قال لها الشيخ إنه فتش ودور ولقى في الآخر إن ربنا ما أمرش بكده، وقعدت فاتن وسيف قدام لجنة التسوية قبل ما يروحوا للمحكمة فأمل لحل المشكلة بينهم، لكن سيف أصر على إسقاط الحضانة عنها وده خلاها تنفعل. رحت أشهد في المحكمة مش هيكتب شهادتي، هعتبرها النص. انتوا يرضيكوا الكلام ده؟ شهدت الحلقة السابعة من مسلسل في بيتنا رابط 2 أحداث ومواقف كوميدية. وصل يوسف وسارة لبيتهم بعد يوم طويل ومتعب، ولقوا قدامهم أخت سارة وجوزها محمد جمعة وابنهم زياد. اتصدم يوسف من وجودهم في الشقة لأنه كان تعبان وعايز ينام، فدخل على أوضة نومه وحاول ينام، لكن سارة رفضت وتحايلت عليه يخرج ويقعد مع الضيوف. وفي مشهد تاني بيصمم إيهاب خلال الحلقة على عرض الهدايا اللي اشتراها لسارة ويوسف، وهنا بيظهر لذيذ خلال الحلقة وهو بيتناقش مع زياد وبيسأله أسئلة متعلقة بالولادة والحمل. ايه ده؟ هم ناموا؟ ناموا؟ انت مش سامع السيمفونيه اللي بقالها ساعه شغاله؟ لا والله ما انا كنت نايم انا كمان. بقول لك ايه؟ انا هقوم ادخل الحمام وهاجي تاني بسرعه. لو دوري جه يبقى العبه انت. بس ما تاخرش عشان ما تبوظش حظي. بدأت الحلقة السابعة من مسلسل مكتوب عليا بإن جلجل قام من النوم واكتشف كلمات جديدة على إيده، وكان في كلمة منهم معناها إنه هيروح لبدوي، ولما راح لقاه مش عارف رقم الخزنة فبيفتكر إن الرقم مكتوب على إيده، وبياخد بدوي معاه في العربية ولكنه شك فيه، وهنا بيحاول جلجل يكتسب ثقته وبيطلب منه ينزل من العربية، وبعد نزولهم من العربية انفجرت، فبدأ بدوي يثق في جلجل، وللمرة التانية جلجل أنقذه من أزمة اكتشاف زوجته لخيانته فبيصطحبه لبيته وبيطلب منه يروح معاه المشوار في البورصة. بتراقبينا بنت رفيع؟ هو ده اللي مش هشوف خلقتك تاني؟ بتحبكهاش بقى يا سجلجل، وبعدين ما القعدة حلوة اهي، زي ما كانت لايقة على اتنين هتلاقي على تلاتة. أحداث الحلقة السابعة من مسلسل الكبير قوي بدأت باختطاف الكبير أحمد مكي وأسرته وأهالي المزاريطة، ولقوا نفسهم في مكان زي لعبة سكويد جيم ولكن بالنسخة المصرية، وبيحاول الكبير يعرف مين اللي خطفهم، وبلغهم واحد من الحراس إنها لعبة السبيط واللي هيفوز هيكسب 5 مليون جنيه، وبدأ الكبير وأهل المزاريطة اللعبة الأولى بعنوان
تماثيل الإسكندرية، وبنلاقي عروسة كبيرة على شكل عروسة المولد، وعليهم إن هم يوصلوا لخط النهاية قبل ما الوقت يخلص وبدون ما تلمح العروسة أي حد، واللي هيخسر هيموت بالكهرباء. وبعد اللعبة الأولى اعترض الكبير على قوانين اللعبة. ليه نتهنونا بدل ما تعزونا في الناس اللي ماتت؟ طلعنا من النهاية الله ليسيك. أيه روحونا الله يرضى عليك يا عم الحاج، بلا صبيك بلا كلماري ما عاوزينش. في الحلقة السابعة من مسلسل جزيرة غمام شهدت حوار جمع ما بين الشيخ عرفات وابن البطلان بعد اتهامه من الحاج عجمي بقتل سندس. عرض ابن البطلان فلوس على الشيخ عرفات علشان اتهامه بقتل سندس، لكنه رفض وقال انت قتلتها؟ لا طبعا، اقتلها ليه؟ انا قادر ولد البطلان يا مدبوب. وفي مشهد تاني جمع ما بين الشيخ محارب وزوجته وهما بياكلوا، واتكلم الشيخ عن ضرورة منع ابنه انه يقعد مع الشيخ عرفات، وهنا علقت الزوجة وقالت غيرت من عرفات علشان ولدك حبه. مش غير ادي بخوف على ولدي يا راجل. أحداث الحلقة السابعة من مسلسل راجعين يا هوى شهدت رفض ولاء إن هي تقابل عريس تقدم لها من طرف أخوها عمر، لكن لقت نفسها مجبرة على مقابلته بعد إصرار أخوها ووالدتها، وده اللي خلاها تفكر في طريقة تبعد بيها العريس عنها. ولبست ولاء ملابس زي شباب العصابات في الشوارع الأمريكية، واتكلمت معاه بأسلوب خلى العريس يحس بعدم الراحة لحد ما سابها بحجة إن عنده ميعاد مهم، وده حط والدتها وأخوها في موقف محرج مع العريس. قدموا لك حاجة الناس دي ولا إيه؟ أصل أنا لازم أشد عليهم كده كل يوم. الغدا